تعال أدلك على برنامج عملي مقترح محدد يخليك تفوز بكل غنائم يوم عرفة اللي هي أربعة. واحد، مغفرة الذنوب السنة اللي جاية والسنة اللي فاتت. اتنين، ده أكتر يوم ربنا بيعتق فيه عبيد من النار. تلاتة، ده أكتر يوم ربنا بيضاعف فيه أجور الأعمال الصالحة. أربعة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. تجيبهم إزاي؟ نجيبهم عن طريق خمس أعمال النبي ركز عليهم في اليوم ده. إيه هما؟ تلاتة صاد، صلاة، صيام، صدقة. وحط عليهم أهم عملين النبي عملهم في اليوم ده، الذكر والدعاء. يعني الصلاة في أول وقتها في المسجد للرجال وفي البيت للنساء، يعني صيام الجوارح عن المعاصي، يعني الصدقة وإفطار الصائمين، والذكر والدعاء. والبرنامج ده بقسم لك اليوم لفترات، كل فترة بقول لك هتعمل فيها إيه. أول فترة ليلة يوم عرفة، محتاجين نصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة عشان يكتب لنا أجر قيام الليلة، وبعدين نحاول نصلي ركعتين قيام ليل بمئة آية عشان نكتب من القانتين، والمجتهدين اللي ربنا كرمهم يحاولوا يصلوا الليلة دي بألف آية، يعني جزء عامة وجزء تبارك ولو من المصحف عشان نكتب في الليلة دي من المقنطرين، وبعدين نتسحر عشان إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وبعدين نستغفر قبل أذان الفجر على طول عشان نكتب من المستغفرين بالأسحار. الفترة الثانية من أذان الفجر للضحى، أول حاجة هنصلي ركعتين سنة الفجر لأن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وبعدين نصلي الفجر ونجلس في مصلانا نذكر ربنا لغاية بعد شروق الشمس بربع ساعة، ونصلي ركعتين أو أربع ركعات الضحى عشان ناخد ثواب أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تقول لي الفترة دي أعمل فيها إيه؟ أقول لك حافظ على أربع أنواع من الأذكار. أول ذكر اللي هي أذكار بعد الصلاة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتقول المية مرة واحدة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هتلاقي الناس في المسجد عمالك كبر تكبيرات العيد، كبر معاهم بس اوعى تقوم إلا لما تقول أذكار ما بعد الصلاة لأن خيرها كبير جدا. تاني حاجة أقول أذكار الصباح، خاصة حاجتين فيهم، إنك تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، وبعدين تقول ذكر يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قوله 100 مرة، وبعدين صلي الضحى. الفترة اللي بين الضحى وبين صلاة الظهر دي فترة مفتوحة، تقرأ فيها قرآن، تنام، اعبد ربنا زي ما أنت عايز فيها. وبعدين ندخل على الفترة اللي من صلاة الظهر لغاية قبل العصر، أول حاجة إن احنا نصلي أربع ركعات سنة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر عشان دي يتحرم جسمنا على النار لو حافظنا عليها، وبعدين نصلي الظهر، وبعد الظهر نقعد نقول خمس انواع من الاذكار. واحد، اذكار بعد الصلاه. اتنين، انك تصلي على النبي 100 مره. ثلاثة، انك تستغفر 100 مره. أربعة، انك تقول الباقيات الصالحات 100 مره، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. خمسة، نقول تاني اهم ذكر في يوم عرفه، لا اله الا الله وحده لا شريك له، قوله 100 مره كمان مره، وبعدين يجي علينا وقت العصر، نقوم مصليين قبل العصر سنة أربع ركعات قبل العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا عشان الرحمة تنزل علينا، وبعدين نصلي العصر، وبعدين أول ساعة بعد العصر قول الأربع أذكار اللي قلتهم بعد صلاة الصبح، أذكار المساء، أذكار بعد الصلاة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100، ذكر يوم عرفة 100 مرة. آخر ساعة قبل المغرب دي ساعة الدعاء، ادعي 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 لان انت صايم ودعاء الصايم مستجاب، ادعي لان انت في يوم عرفة وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، ادعي لان ده اكتر عبادة النبي عملها في اليوم ده، ادعي لابوك والامك والاخوانك والارحامك ولزوجتك ولولادك، ادعي للناس اللي ليها فضل عليك في الدين او في الدنيا، ادعي للناس المرضى والمستضعفين والمبتلين، ادعي للدين واهل الدين، وكل ما تدعي لحد من دول ربنا هيسخر لك ملك يقول لك امين ولك مثله. وبعدين ادعي لنفسك بجوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللي تجمع خيري الدنيا والآخرة. بس أنصحك نصيحة، الدعاء مش بكثرته، دعوة واحدة تخرج من قلبك تلح بها على ربنا أبرك من ألف دعوة أنت مش حاسس بيها. ده النبي علم السيدة عائشة في ليلة القدر دعوة واحدة بس، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وبعدين صلي المغرب وانصرف، روح بيتك، روح بيتك وانت بتحسن الظن بربنا إن ربنا جبرك وإن ربنا كرمك وإن ربنا تقبل منك أعمالك.
أعمالك، وإن ربنا غفر لك ذنوبك، وإن ربنا جعلك من عتقائه من النار ومن المقبولين. روح افرح وفرح ولادك في ليلة العيد ودخل السرور على قلوبهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.